عندنا مباراة مهمة جدا جدا مع المقاولين العرب في ظل ظروف صعبة جدا، في ظل ان انت ما بين افريقيا وما بين الدوري كل 3 ايام مباراة، وما بين سفر تاني يوم مسافرين تاني يوم ان شاء الله يوم الاربع الى جنوب افريقيا لملاقات سان داونز، مباريات صعبة متتالية ورا بعض. زي ما اتكلمت معاك قبل كده اسلام، قلت الرحالة بصراحة لعيبة النادي الاهلي فعلا رحالة، يا عيني الله يكون في عونهم. بصراحة دي السنة الثالثة على التوالي محطوطين تحت ضغط وستريس بشكل كبير جدا في البطولات الخمسة اللي بيلعبها النادي الأهلي. أيوه. لكن عايز أقول لك يا إسلام، الفترة اللي فاتت ديت يمكن مباراة القطن كانت مباراة يعني غيرت المسار شوية. كنا مهم جدا نكسب 3 نقاط لأجل الروح الجماعية وعودة الروح مرة تانية زي ما بيقولوا، و3 نقاط بيحطونا بقى يعني بتبدا تبعت كده رسائل للفرق الاخرى اذا كان سان داونز ولا الهلال. الاهلي قادم، سان داونز 7 نقاط، الهلال 6، النادي الاهلي 4. لكن المكسب ده اسلام يعني مؤشر ان شاء الله للمباراه القادمه. الراجل مستر كولر اتكلم على ان كل مباراه هياخدها مباراه كؤوس بالنسبه له الفتره اللي جايه، فهو خلاص قفل الملف الافريقي وهيبدا دلوقتي يفكر في ملف الدوري العام. المقاولين العرب بقياده كابتن شوقي غريب، شوقي من المدربين الاكفاء اللي عندهم خبره بشكل كبير، غير المسار والشكل والوضع اللي كانت عليه المقاولين العرب في خلال السنتين الثلاثه اللي فاتوا. المقاولين كان بيعاني بشكل كبير جدا مع كابتن عماد النحاس. شوقي يمكن بخبرته اختياره لبعض اللعيبه الافارقه، يمكن عنده 5 لعيبه افارقه، والميزه كمان اسلام ان هو بيشارك الافارقه من بدايه المباراه، فدي حاجه برضك بتحسب للكابتن شوقي، وهم يمكن مساعدينه بشكل كبير في النتائج اللي للمقاولين وصل ليها. النهارده المقاولين في المربع، وزي ما التقرير قبل ما اخش واضح ان في منافسه بين النادي الاهلي والمقاولين العرب، انا بسميه ديربي القاهره يعني. هي. طول عمرنا احنا والمقاولين واخد بالك في منافسه حتى في الناشئين، حتى في قطاع الناشئين. برافو عليك، حتى في قطاع الناشئين تحس ان في نديه بشكل كبير. طبعا المباراه مش هتبقى سهله. مستر كولر طبعا حاله استشفى بعد مباراه القطن، هيختار الراجل الاستراتيجيه اللي هيلعب بيها المباراه ديت، هيختار التشكيله المناسبه لهذه المباراه. احنا شفنا الراجل بيدور اسلام كل مباراه يمكن بيحاول يغير 4 لعيبه او 5 لعيبه، واحنا كنا بنتكلم على الثبات زمان هو اللي بيدينا الاولويه، لكن طلع الراجل برضك الفكر ده ماشي مع لعبتنا بشكل كبير، انك انت بتلعب في 4 5 بطولات فيهمك جدا انك انت تريح النجوم على قد ما تقدر. كمان في مشكله اسلام، حاجه غريبه، احنا الاصابات يعني الاصابات يعني بدات يعني عارف تنول بعض النجوم من خلال المباريات الزكاة الافريقيه او المحليه بتاثر علينا بشكل كبير. يعني احنا المباراه اللي فاتت اكتر من 6 7 اصابات كانوش موجودين في التشكيله الاساسيه لمباراه القطن. ان شاء الله باذن الله في مباراه المقاولين نتمنى عوده المصابين ان شاء الله، عشان كمان الراجل انا شايف ان دي البروفة الاخيره قبل لقاء سان داونز. يهمنا جدا في هذه المباراه يا اسلام ان احنا نكسب المباراه 3 نقاط. في ناس تقول لك لا يلعب بالصف الثاني، لا يلعب بالاحتياطي، لا يا جماعه خدوا بالكم، مهم جدا انك انت في فارق بيننا وبين المنافسين بالنسبه للنقاط، لكن شغلك على المكسب هو ده اللي بيديلك ثقه وبيديلك مؤشر للفرق الاخرى. سان داونز عامل حساب النادي الاهلي بشكل كبير، يعني الناس تقول لك لا المباراه صعبه على النادي الاهلي هناك، سان داونز شفناها فرقه كويسه، لكن سان داونز عامل لك حساب بشكل كبير، قلقان جدا جدا من النادي الاهلي، عارف ان عوده النادي الاهلي مره ثانيه للمنافسه صعب حد يقف قدامه. فمباراه المقاولين ان شاء الله نتمنى اسلام 3 نقاط، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نخرج سالمين بدون اصابه، وبعد كده نبدا نستعد لمباراه سان داونز ان شاء الله.